طيب شايفين سكرين؟ يا سي مجي، طيب احنا النهارده هنتكلم على مثل اللؤلؤة كثيرة الثمن. بنكمل أمثلة الملكوت من إنجيل قديس متى صح 13. خدنا حبة الخردل وخدنا الخميرة وخدنا كمان الكنز المخفي المرة اللي فاتت. فالنهاردة هنكمل ناخد مثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن، وهي والمثل ده قريب شوية من المثل اللي فات بتاع الكنز المخفي. نقرأه مع بعض. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. المثل اللي فات ما اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن مثل الكنز المخفي، وقلنا ان الراجل اللي كان بيشتغل في الحقل ده لقى الكنز من خلال عمله اليومي، ولقى الكنز وهو بيعمل في الحقل ده. لكن النهاردة بنشوف يعني مثل شبيه بيه، وهو إنسانا تاجرا يطلب لآلة حسنة. هما الاتنين في الآخر يعني راحوا وباعوا كل اللي كان ليهم، واشتروا الأولاني اشترى الحقل، والتاني هنا بنشوف إن هو اشترى اللؤلؤة الكثيرة الثمن. وقلنا المرة اللي فاتت إن الكنز هو الملكوت أو سر المسيح المخفي، والحقل اللي هو كلمة ربنا أو الكتاب المقدس. فهو راح اشترى الحقل ده كله وباع كل ما ليه علشان ياخد الكتاب المقدس اللي هو بيعمل فيه العمل اليومي ويعرف سر المسيح وسر الملكوت. هنا التاجر ده بنشوفه ان هو اكتفلي يعني بيدور، يعني هو مش لقاه بالصدفة. فاول مثل كان شبهناه بالسامرية اللي هي راحت عند البير والمسيح هو اللي لقاها، فهي لقت المسيح بالصدفة أو المسيح هو اللي لقاها، ما كانتش هي بتدور عليه. والمثل ده بتاع التاجر اللي بيدور شبهناه بالمجوس اللي هم كانوا بيبحثوا عن المسيح وبيبحثوا علشان يلاقوا سر الملكوت ده. لكن العامل المشترك ما بين المثلين إن هم الاتنين في الآخر مضوا وباعوا كل ما كان لهم واشتروا الكنز أو الحقل أو اللؤلؤة اللي هي كثيرة الثمن دي. والعامل المشترك الثاني إن هما الاتنين كانوا بإرادتهم باعوا كل ما كانوا لهم، وإن هما كانوا فرحين في العمل ده. أول حتة هنا بيكلمنا على تاجر يطلب لآلة حسنة. التاجر ده بيمثل كل واحد فينا. طبعا انتوا عارفين إن المسيح لما كان بيتكلم بالأمثلة كان بيقربها لأذهان الناس عن طريق أمثلة لحياتهم العملية. فكان بيشبه الناس بالتجار أو بالصيادين أو بالزارع. فدي كانت الحرف أو المهن اللي موجودة في وقتهم. فالتاجر ده بيمثل كل واحد فينا. احنا كل واحد فينا ممكن يبقى تاجر، تاجر للملكوت، تاجر لأن هو بيبحث عن الملكوت ده، وتاجر إن هو كمان بيعلن وبيعمل من أجل إن هو يقول للناس على الملكوت ويجذب الناس ويدعو الناس كمان للملكوت ده. فالتاجر ده بيطلب لآلئ حسنة، بيطلب لآلئ حسنة وبيدور على لؤلؤة كثيرة الثمن. فالأولاني زي ما قلنا إن هو لقاها بالصدفة، لكن التاني هنا التاجر ده كان عارف هو بيعمل إيه. ودي النفس اللي هي بتبحث دايماً على الملكوت، بتبحث على الملكوت واللؤلؤة اللي هي كثيرة الثمن دي. وبعدين بيقول مضى وباع كل ما كان له واشتراه. فهنا بنشوف إن في لآلئ كتير ممكن تكون موجودة عنده. يعني هو كان بيطلب لآلئ حسنة، وجايز كان عنده أوريدي لآلئ حسنة كتير، لكن هو أخد قرار إن هو يبيع كل اللآلئ دي في مقابل لؤلؤة واحدة اللي هي كانت كثيرة الثمن، باع كل ما كان له واشتراها. فهو ليه باع كل ما كان له؟ يعني جايز اللآلئ اللي كانت عنده دي تكون لآلئ حسنة برضه، يعني لآلئ فيها
حاجات كويسة. ف يعني احنا في حياتنا في ممكن واحد يكون بيعمل أعمال كويسة، واحد بيكون بيدور على المعرفة مثلا أو بيدور على العلم، واحد بيكون بيدور على العلاقات الاجتماعية وإزاي إن هو يبني علاقاته الاجتماعية، واحد تاني ممكن يكون بيحب الخدمة، بيحب يخدم الناس أو بيحب يضحي من أجل الناس، واحد تاني بيحب العطاء. لكن لو كانت القلق دي كلها اللي عندنا في حياتنا، وقد تكون القلق جيدة مش بتوصلنا للملكوت ومش بترشدنا للملكوت، يبقى دي القلق دي مش هيبقى ليها ثمن قدام اللؤلؤة الحسنة اللي هي كثيرة الثمن اللي هي الملكوت. فلازم دي بتمثل القلق التانية، دي بتمثل الأعمال التانية اللي احنا ممكن نكون بنعملها على سبيل الروتين أو على سبيل العادة أو على سبيل حتى لو أنت يعني بتحاول تعمل حاجات كويسة من أجل الأخلاق مثلا. يعني إحنا العالم دلوقتي بينادي بالأخلاق العالية أو بينادي بإن أنت يعني تكون بالأعمال الإنسانية اللي أنت ممكن تعملها، لكن كل الأعمال دي حلوة وجميلة وبترقي من المجتمع، لكن في الآخر لو مش بتوصلك للملكوت يبقى هي الحاجات دي كلها ممكن تتباع في سبيل ان انت تاخد لؤلؤة كثيرة الثمن، او الحاجات دي في الاخر ثمنها ما بيساويش حاجة قدام اللؤلؤة الكثيرة الثمن دي. ودي بتفكرنا بالآية الجميلة طبعا السيد المسيح قالها لمرثا: انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة. فهل احنا بنضطرب من اجل امور كثيرة وبنبحث عن الخدمة وبنبحث عن الاكتيفيتيز أو بنبحث عن أي حاجات تانية جايز تكون ما بتقربناش للملكوت ده؟ ده سؤال كل واحد فينا بيقدر يسأل نفسه فيه، ويكون حلو إن إحنا دايما نراجع نفسنا على إحنا ليه بنعمل الحاجات دي. زي ما بولس الرسول قال: إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. فهو هنا ده بيورينا إن التاجر ده ما كانش بايع الحاجات دي وهو متضايق، لا هو لقاها، لقى اللؤلؤة كثيرة الثمن دي، ومن فرحه ومن معرفته إن هو قدر قوي اللؤلؤة دي قدر يبيع كل الحاجات دي. فالبيع ده نفسه جه قبله فرح، وجه قبله قناعة، وجه قبله إرادة إن إحنا نقدر إن إحنا إزاي نضحي بكل الأشياء الجميلة اللي جايز تكون عندنا من أجل لؤلؤة كثيرة الثمن ومن أجل الملكوت. لكن إيه هي الملكوت؟ الملكوت هي زي ما إحنا بنقول في الصلاة الربانية كل يوم: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كما في السماء اللي هي الملكوت السماء. الملكوت إن إحنا نقدر نعرف إرادة ربنا، نقدر نعرف إرادة ربنا. فإن إحنا نعرف إرادة ربنا ونتمم هذه الإرادة في حياتنا، هو ده الطريق للملكوت، هو ده إزاي إن إحنا نقدر نوصل للملكوت ده ونوصل للؤلؤة اللي هي كثيرة الثمن. الفلاسفة دايماً قالوا، يعني كانوا بيقولوا إن كل الأعمال اللي إحنا بنعملها في حياتنا دي، سواء شغل سواء دراسة سواء يعني أي نجاح عندنا في حياتنا، نجاح اجتماعي، نجاح مادي، نجاح عملي، إيه غرضه في الآخر؟ ليه الإنسان بيتعب وبيسعى وبيشقى في حياته وجايز بيمر بصعاب كثيرة وبحاجات كثيرة في الآخر علشان يقدر مثلا يبني عيلة أو يبني بيت أو يعني يحقق أي نجاحات في حياته؟ علشان السعادة، عشان الإنسان بيحاول يوصل للسعادة. فلو الإنسان مش عارف فين السعادة العظمى، هيفضل يلف كتير وهيفضل يدور كتير، وفي الآخر مش هيقدر يوصل لأي سعادة تقدر إنها تملاه. هيفضل كل شوية جعان، كل شوية مش قادر يشبع بالحاجات اللي هو بيحققها في العالم. لكن السعادة العظمى هي في حاجتين، المثل ده بيقوله لنا، بيقول لنا إن التاجر ده والإنسان اللي كان بيعمل في الحقل فرحوا في الحقيقة مرتين. فرحوا أول مرة لما لقوا الكنز أو لقوا اللؤلؤة الكثيرة الثمن،
وفرحوا تاني مرة برضو بعد ما باعوا. فهو البيع هنا أو التضحية اللي هنا بتدي فرح للإنسان كمان، بتدي فرح لأن هو من أجل، يعني إن هو زي ما بولس بيقول أحسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح، إن أنت كل حاجة بعد كده في العالم بعد ما تعرف المسيح وبعد ما تشبع بيه مش هتهتم بيها قوي. جايز هتبقى عندك وجايز هتبقى ليك احتياجات برضو، لكن مش هتهتم بيها من أجل بعد معرفة المسيح. فهم فرحوا مرتين، لما لقوا ولما باعوا، ولما باعوا قرروا إن هم يبيعوا علشان يبقى عندهم اللؤلؤة دي أو الحقل ده بشكل رسمي. يعني هو الراجل اللي راح اشترى الحقل ده، راح اشترى الحقل، هو لقى الكنز وأخفاه، وكان ممكن ياخده ويمشي، لكن هو قرر إن هو يروح يشتري الكنز. والراجل اللي لقى اللؤلؤة كان ممكن ياخدها، لكن هو قرر إن هو يشتري اللؤلؤة دي ويبيع كل ما له. ده قرار إن هو ما كانش هيسرقها وما كانش هيضحك على صاحبها، لا ده هو راح علشان يشتريها بشكل رسمي وبشكل قانوني، وإن هو يكون عنده اللؤلؤة دي من أجل السعادة العظمى اللي هي السعادة بتاعت معرفة المسيح ومعرفة الملكوت. وهو ده اللي المسيح وعدوا لينا، إن هو قال إننا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فهو ده الغرض بتاع مجيء، يعني واحد من أغراض إن المسيح جه علشان يكون لينا حياة معاه، عشان يكون لينا حياة أفضل معاه. النقطة اللي بعد كده إن الكل هنا مدعو للملكوت، لكن إحنا لما بنبص على المثلين بنلاقي إن هو بيتكلم على المستوى الفردي، بيتكلم على مستوى ان التاجر ده واحد شخص، والتاني اللي كان بيعمل في الحقل برضه شخص فردي. فهو الكل مدعو، لكن الرسالة شخصية جدا. الرسالة ان انت يكون ليك علاقة شخصية مع المسيح، دي شخصية جدا. والرسالة والملكوت ده عمره ما هيتحقق غير لما تكون الرسالة دي او تكون الدعوة دي ان انت تقبلها على مستوى شخصي، ان انت تقبل خلاص المسيح ده على مستوى شخصي. وفي 3 أنواع لردود الفعل عن الدعوة دي. في واحد رد فعله هيكون زي التاجر ده اللي هو راح باع ومضى وباع كل شيء عنده، وكان بيسعى ليها، بيسعى دايما للملكوت، بيشوف دايما في كل حتة بيروحها وفي كل عمل بيعمله فين يلاقي الملكوت، فين يساعد الإنسان اللي قصاده، فين يلاقي أخوه علشان يسعى من أجله ويسعى من أجل إن هو يوصل للملكوت ده. في كل موقف هو بيتحط فيه بيكون الملكوت ده هو دايما اللي قصاده، زي ما السيد المسيح قال إن إحنا اطلبوا ملكوت الله أولا وهذه كلها تزاد لكم، إن إحنا دايما بنطلب الملكوت في كل يوم وفي كل عمل إحنا بنعمله، إزاي نشوف سر الملكوت ده وازاي نسعى من اجله. وفي نوع تاني بيحطوا اهتمام في حياته لكن ما بيحطوش في اولويه حياته، وده النوع اللي احنا يعني اغلبنا جايز بنقع فيه، يعني اللي هو جايز برضو في مثل الزارع، النوع اللي الشوك بتاع العالم خنق الكلمه، ان احنا ازاي بنتلهي في المشغوليه وبنتلهي في الاولويات التانيه، وجايز بنحط الاولويه بتاعت الملكوت دي واحده من ضمن الاولويات دي، مش بنحطها كمركز للاولويات او كواحده اللي هي الاولويه العظمى او السعاده العظمى في حياتنا. وفي نوع ثالث مش بيسعى من اجلها خالص، يعني في نوع اللي هو البارد خالص ده، اللي هو مش في دماغه اصلا الملكوت ومش في دماغه الرساله والدعم. فدول ال3 أنواع للردود الفعل عن الدعوه. لكن احنا لو عايزين نفهم ايه التضحيه اللي ضحاها هذا التاجر دي، يعني التضحيه دي هل هي تضحيه ماديه بس أو على المستوى المادي بس، إن هو باع القالب دي أو باع الكنز ده، نلاقي إن بولس الرسول هنا في كورنثوس الثانية وهو بيدافع عن رسوليته بيقول: لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم.
وهي دي رسالة الملكوت، هي دي الدعوة اللي ربنا بيدعوها لينا، إن إحنا مش بنضحي بس على المستوى المادي، لكن هو بيطلب إيانا، بيطلب إرادتنا، بيطلب إن إحنا إرادتنا تمشي مع إرادته، بيطلب إن إحنا مش بس يكون التضحية بتاعتنا على الليفل أو على المستوى بتاع المادي، لكن بالأولى على المستوى العقلي أو المستوى الإرادي، إن إحنا إرادتنا تكون زي إرادته، إن إحنا لازم نبقى عارفين ونبقى فاهمين كويس إن التضحية دي هي أو أولاً تكون على المستوى الإرادة، إن أنت بتنكر ذاتك، بتنكر الإرادة بتاعتك علشان تمشي على إرادة ربنا، وكمان تفهم إن التضحية في ذات نفسها مش هي دي الهدف. الهدف مش إن أنت تضحي، أو مش إن أنت تدي، أو مش إن أنت تدي من وقتك أو من فلوسك أو من إمكانياتك، لكن الهدف في الآخر إن أنت تفرح بالكنز ده، وتفرح باللؤلؤة دي، وتفرح بالحياة مع ربنا، والفرح ده هو اللي هيقدر يديك إن أنت تكرس حياتك للمسيح، إن أنت تدي حياتك للمسيح. وعمل البيع ده نفسه هو إن أنت تربط قلبك بالملكوت، إن أنت تربط قلبك بالملكوت. الفلاسفة قالوا يعني إن الهدف، إن أنت عشان تحط لو أنت عندك هدف محدد قدامك، الهدف المحدد اللي قدامك ده طول الوقت بي بي بيقلل قوي الصراعات الداخلية اللي جواك، الصراعات بتاعت إن أنت عندك رغبات، الصراعات بتاعت إن أنت عندك شهوات، الصراعات بتاعت إن أنت عندك صراع عقلي جواك، وعندك صراع بتاع الرغبة اللي جواك، وعندك صراع بتاع الضمير اللي جواك، وعندك صراع بتاع المشاعر والأحاسيس اللي جواك. فكل الصراعات دي بتختلف مع بعض في وقت من الأوقات، لكن لو احنا عندنا على طول هدف محطوط قدامنا، الصراعات الشخصية دي كلها بتقل قوي قوي قدام الهدف ده، وبتمشي كلها في اتجاه واحد في الآخر. فلو احنا قدرنا نوحد ان احنا دايما على طول قدامنا الهدف بتاع الملكوت ده، كل الصراعات الشخصية اللي جوانا دي هتتوحد وهتقل وهتتحد مع إرادة ربنا دايما، علشان نقدر نوصل للؤلؤ كثير الثمن وللكنز المخفي وللعمل الملكوت ولسر السيد المسيح. لينا كل مجد وكرامة إلى الأبد. Thank you very much everyone, and thank you everyone.